جزاك الله خير. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة الأفاضل، الآباء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول وصية أوصي بها نفسي والإخوة جميعاً الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. مهما تكلم المتكلمون وهرطق الحزبيون وتلجلج المبتدعون، فإن الله سبحانه وتعالى قال كلمة باقية إلى يوم الدين: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذا يطمئن كل موحد وكل مؤمن. أما أولئك الحزبيون وأهل البدع وغيرهم فالناظر في الساحة يعلم أنهم قد انتهوا ولم تبق لهم دعوة، وإنما بقيت لهم الدسائس والوساوس والفتن. حالهم في هذه المسألة تحديداً كحال عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يحدث الفتن والوشايا والبلايا والغلاغل بين المؤمنين الصادقين. ولكن كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالدين ده محفوظ، والمنهج منهج التوحيد الذي ندعو إليه الناس محفوظ. مش لو تكلموا فينا، لو أتوا بسيوفهم وكل ما يملكون من عدة وعتاد فإنهم لن يغلبوا الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة. واعلموا أن دعوة أهل السنة والجماعة التي هي دعوة الحق الوحيدة على وجه الأرض، رضي من رضي وأبى من أبى من أهل الشرك أو أهل البدع أو أهل التحزب أو غيرهم، هي باقية، وهي غير متعلقة بشخص من الأشخاص أبداً، غير متعلقة بشخص من الأشخاص، وإنما هي دعوة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، جاء أبو بكر الصديق ووجد عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع يخاطب الناس ويقول: والله ما مات رسول الله إنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى ابن عمران لميقات ربه وسيعود. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها المتكلم أسكت، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر، أما بعد، فإنه من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا هو المنهج، منهج الله، دين الله، شريعة الله، التي قامت في أساسها وفي أصلها على الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك وأهل الشرك حيثما وجدوا، بلا مجاملة ولا مداهنة ولا هوادة. ده منهجنا. البهرطقوا بيتكلموا ديل، والله ما يؤثروا فينا ولا شعرة واحدة من أجسامنا، ما يحركون أبدا. نحن نرجع لدعوتنا الغيظاهم دي، دعوتنا دي، ما فلان ولا علان ولا فرتكان. الدعوة اللي انتم شغالين فيها دي دعوة توحيد، دعوة إلى منهج السلف، محاربة للحزبية بكل أنواعها وأشكالها وأطوارها، محاربة للبدع من عبد الحي يوسف الضال المضل المبتدع
ومن غيره من السرورية ومن الأخوان المسلمين ومن جماعة التبليغ ومن حزب التحرير ومن التكفير والهجرة ومن أنصار السنة بجماعاتها جمعية كتاب سنة صار سنة إصلاح أنصار سنة مركز عام صفوجية مختار بدري صفوجية جناح مجكو كل باطل لدعوة سلفية وده الغايزهم يا جماعة ده الغايزهم يبقى عشان انت تشتغل صح اشتغل بدعوتك زي ما قال المثل الجمل ماشي والكلب بيهوي ما في اي حاجة شنو يعني دخلت سجن يوسف دخل سجن انا يعني شنو ما بساوي جزمة ذات وجزمة يوسف عليه السلام فهمت انت ما في اي حاجة ولا اي حاجة ما في شغل ما شاء الله تمام ومرتاح جدا مبسوط جدا طالما الاخوان شغالين دعوة الى التوحيد ومحاربة للشرك وأهله محاربة لمحمد المنتصر الإزيري قبحه الله محاربة للبرعي لعنه الله محاربة للترابي لعنه الله محاربة لكل الصوفية قبح الله وجوههم ده الدين ده الدين فهمت كلام انت دخلت سجن بنشتغل دعوة طلعنا دعوة بنقدر نشتري بصل في محل البصل دعوة ركبنا الدفار بتاع المواصلات دعوة عرفت كلام انت ده الدين ما في حاجة يا أخي جاي طين وفيسبوك وخلاص العصبجية انتهوا وراسه متقطع ما عندنا راس أي زول فينا راس لكن الحزبيين أي زول حزبي هو ضنب ولا ما يهو ما شفتهم واقفين صف في المركز العام والله المرتب ما جاء المحسن أمه ماتت والله في دعوة هنا لا في محسن لا في أي حاجة تبيع جرجير هنا ده وتجي تشتغل دعوة فالمسألة الثانية الدعوة السلفية ما متعلقة بشخص يا جماعة فهمت؟ ودي ده درس انت تستفيده من الله من الحادثة اللي حصلت دي ممكن بكرة انا ابقى اظن ابقى نصراني ممكن انت فاهم؟ ممكن بكرة إحياء التراث تجد عليه مليون ريال اخوك ده يمشي جناح مجكو زي ذاك الزول اللي كان بيقول حتى يذهب حره فذهب حره وناره عرفت كلامي؟ بيحصل الكلام ده ما نحن ابن مسعود فيما يروى عنه قال شنو؟ قال من كان مستنا فليستنى بمن قد مات بمن قد مات نحن ما احياء ممكن نضل في يوم من الايام نسال الله الثبات لنا وليكم لكن ممكن يحصل عشان كده ابن مسعود شوف الذكاء شوف العلم بتاع السلف من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه وده درس لك ثاني كمان انك ما تتعلق لك براجل لا مزمل لا أبو بكر لا شهاب لا أحمد بدوي لا غيره اتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ده المنهج يا جماعة ونحن ما زي الصوفية زول من شيوخنا حصل له ونقعد نتكل كده نحن بنستغل دعوة في أي مكان ده الدين ده المنهج ربنا قال وجعلني مباركا أينما كنت أي محل تمشي تشتغل دعوة تقرأ في جامعة تكون مولع الجامعة دي كلها ملخبطة من الغفير للمدير مرورا بالمسجل والطلبة كلهم يكون بيتكلموا إنه في زول هنا ده بيقول البرعي ما نافع لازم المعلومة دي تصل عرفتها شغال موظف موظف في الكهرباء في محل الموية شغال في شركة عامة حكومية شركة خاصة لازم أي زول مرضان يكون بينبس فيك لأنه أنت شغال صح لازم يحصل تمايز بين أهل السنة وأهل شنو يا جماعة وأهل البدعة دي دعوة دعوة الله يا شيخ والرسول مات صلى الله عليه وسلم ثاني في حاجة في مصيبة أكبر من موت النبي عليه الصلاة والسلام ما في مصيبة الوصية الثالثة لابد يا جماعة بضرب أهل البدع بيد من حديد وما أعني المشاكل أنا بني وشلاليت أعني الرد عليهم بقوة لازم لأن الدين ده أصلا ربنا أمر بأخذ بقوة ربنا قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين ربنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة فالدين ده دين متين ما بيقبل مجاملة لأهل البدع وشرار الخلق شرار الخلق الذين ضللوا المسلمين وقطعوا الطريق للعوام
عن الوصول إلى منهج الله القويم هم أهل البدع، وعلى رأسهم الصوفية بطرقها تجانية، سمانية، ختمية، قادرية، جماعة البرعي، جماعة الفاتح قريب الله، الركين بتاع الكلاك للضال المبتدع وغيره من الضلال والإزيرك وغيره، زي جماعة الأخوان المسلمين. الاثنين ديل الصوفية والأخوان المسلمين هم اللي قطعوا الطريق للعوام عن الوصول إلى طريق التوحيد وطريق النبي عليه الصلاة والسلام. أنت كداعية لابد تحارب ده الحرب بشعواء. أوعك تضحك لمبتدع لأخو مسلم إياك، ولا تضحك لصوفي، بل تحذر منهم في المساجد في الحلة، وتحذر منهم في الشوارع، وتحذر منهم في حافلة المواصلات، وفي وسائل التواصل واتساب، فيسبوك، في المساجد، في الحلقات، في الأسواق، في كل مكان. دل ضيعوا الدين، ضيعوا الدين واشتروا به ثمنا قليلا وأضاعوا العقيدة في قلوب أغلب المسلمين على وجه الأرض. فإنت إذا بتحب النبي صح صلى الله عليه وسلم، وبتحب ربنا صح، وبتحب القرآن صح، لابد تكون أقوى إنسان ضد أهل البدع، لابد والله. مو زي الحزبيين، مؤتمر التعاون مع المخالف، مياعة وصياعة وضياعة لدين الله سبحانه وتعالى. نحن ما زيهم، نحن والله نبغض أهل البدع أشد البغض على وجه الأرض، وحيثما وجدنا مبتدع يلعب بدين الناس وتوفرت الشروط الشرعية لمناظرته وكسره أمام الناس، فلا بد أن يكسر أمام الناس. وربنا قال وإن جندنا لهم الغالبون، ده منهج لابد تكون قوي ضد أهل البدع، ومنهجك يكون ظاهر واضح. الليلة النصارى في منهجهم واضحين، الصوفية يجيبون في التلفزيون زي ما جابوا أولاد الكباشي، قال مما أكرم بها به أبونا الشيخ الكباشي أنه إذا قال للشيء كن فيكون. إذا كانوا أهل الشرك هؤلاء منهجهم واضح، أهل السنة ما يكونوا منهجهم واضح؟ الكلام بتاعهم ده عليك الله أجدعوا برا. أبو بكر جزاه الله خير ما قصر، ما أحتاج أنا أعقب، لكن أنا دارك من الليلة كلام الدجال ومين ومين أجدعوا برا، ده زول انتهى. زول سب صحابة، ما يسيب أبو بكر، ما يسيب بنينا، ما يسيب فلان، سب صحابة، حطوا رحالهم، حطوا رحالهم في جنة الله سبحانه وتعالى، ما يسيبك أنت أنساوي. اشتغلوا دعوة يا ناس، دعوة للتوحيد، وأنا ما داري أتقل على ناس، واشتغلوا دعوة إلى السنة، وحاربوا الشرك والمشركين، وحاربوا أهل البدع والضلال والزيق زي الصوفية وزي الأخوان المسلمين زي عبد الحي يوسف الضال. أنا مصير على الكلمة دي المبتدع، لأنه عبد الحي ده بيرجف دقون كثيرة، في دقون كثيرة بترجف لما تشوف عبد الحي راكب البرادو، إلا أخواننا ديل ما بيرجفوا، ديل بيرجفوا عبد الحي يوسف. عبد الحي يوسف لقى واحد من أخواننا، أخواننا أخونا سجلها ومنشورة هي في الوسائل دي، وقال يا أخي الجماعة ديل جو من وين؟ قال والله ديل بتدعمهم جهات خارجية، نحن ده عبد الحي يوسف. الكلام خش الحوش، وصلوا جوا هناك، دي الدعوة المباركة. وأبشركم الآن العالم كله والدنيا كلها بتتابع في الحلقات دي من هنا. حمادة شيخ الحمامات تطور في بدعته من الحمام، حضروا في أمريكا، ها؟ شفت كيف؟ شغلة ماشية. اشتغلوا دعوة يا ناس، اشتغلوا دعوة للتوحيد. مادة ده بيشتغل، ده حصل له حاجة كسروا له راسه، سجنوه، فجغوه، دعوة الله باقية إلى يوم القيامة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شهاب. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.